وزير الخارجية كيسنجر: أحتاج إلى تقرير دقيق بشأن الوضع العسكري. السفير دينيتز: لقد أتى مع الجنرال من أجل القيام بذلك، دعني أقول شيء ثم يمكن أن نتحدث بمفردنا. وزير الخارجية كيسنجر: حسناً. السفير دينيتز: لقد تلقينا رسالة تضم مجموعة خسائرنا حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت إسرائيل. في الطائرات 14 فانتوم، 28 سكاي هوك، 3 ميراج، 4 من طائرات السوبر مستير، ما مجموعه 49 طائرة. أما على مستوى الدبابات، خسرنا 500 دبابة، البعض تم خسارته على الطريق. وزير الخارجية كيسنجر: 500 دبابة؟ كم عدد الدبابات التي تملكونها؟ لابد من جلب هيج هنا. حسناً، يمكن إعطاؤه هذه الأرقام.